السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني الرياضيين. أولا أقول هارد لك إلى منتخب الصالات اللي خسر اليوم مع تايلاند وفقد التنافس للتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة الصالات، ولكن حسب ما فهمت أنه يبقى له أمل وحيد. ما أعرف إذا الموضوع المعلومة دقيقة، انه اذا منتخب اوزبكستان المستضيف يحرز اللقب فممكن الفرق اللي خسرت راح تلعب على فرصة اخيرة لاحراز مركز ايضا يؤهلها الى التأهل الى نهائيات كأس العالم. اذا الموضوع دقيقة هاي فيبقى امل اخير للمنتخب الصالات العراقي وان كان صعب، بس بالنتيجة أعتقد تقريبا يعني الأمل يكاد يكون انتهى. طبعا هارد لك، وهاي كرة القدم فوز وخسارة وتعادل، والفرق أيضا البقية كلها تنافست يعني، فماكو شيء تدخل منافسة للتأهل فقط. ولكن أنا فقط توضيح بسيط وهي ملاحظة، الكثير متابعين انه اتهموا المدرب البرازيلي للمنتخب العراقي بالغباء، وهو فعلا يعني نوع من الغباء. شلون؟ قالوا لي شلون، لانه اخر شيء تخلى عن دور حارس المرمى ولعب كله مهاجمين على اساس انه يحرز هدف ويفوز ويصعد، وغافلته معلومة او ما اعرف يعني، ما اعتقد اكو واحد يعرف الف باب هيج بطولات، مو فقط كرة الصالات يعني، عموم الرياضة عموما، انه تايلاند مرشحه وتايلاند ليست فريق ضعيف على مستوى الخماسيات، هي فريق جيد. ما معقول انت اخر دقائق تلعب بدون حارس، يعني مثل ما نقول بالعراق لو بالهدف لو بالنجف، هاي لعبه فرق شعبيه، هاي مو مال المنتخبات ودوره صارفه عليك، وتشوف رئيس الاتحاد رايح جاي عليك بطياره مره لقطر مره لبغداد مره لتايلاند، فهاي ايضا لا مسؤوليه. لو كان مدرب عراقي كان الإعلام والصحافة والمحللين كان شروع على الحبل، وشغلة المحلي بما محلي بيتعرفونه بعد هاي. كذلك أنا أحب أنوه، يعني أنا ما أحب ألح أو أنا أدخل في سجال إضافي آخر، لكن أنا مرة أخرى أوجه سؤالي إلى الجمهور اللي خدران و يطبل إلى كلمات الكباتن أركان نجيب وحارس محمد اللي دخل على الخط للأسف، والسيد علي لفتي الصحفي اللي راكبين موجة المدرب الأجنبي والحل في مدربين إسبان ومنها هكذا جرة. شفت المدرب البرازيلي، ولا شك المدربين البرازيليين يكاد يكونون أشهر من الإسبان، وشفت شلون بعد ما أخرجنا كاساس اللي مو بس هو أيضا لاعبي وش نوعا ما قسوة الحكم من بطولة أمم آسيا، وطلعنا من دور ال 16 بالنتيجة، يعني حققنا نفس اللي حققوا مدربين عراقيين أو سيدك الألماني، وبلكوا مدربين عراقيين حققوا الأفضل، مثلا في 2015 كنا المركز الرابع، يعني أفضل من نتيجة كاساس مع فرق العدة والعديد والإمكانات والدعم اللي لصالح كاساس. هذه البطولة أيضا كرة الصالات أخرجنا المدرب، وأنتم يا جمهور ويا صحفيين تقولون خرجنا بغباء، وقلت لكم هو فعلا غباء. فما الزبدة من كلامي أنه مو شرط المدرب أجنبي يعني ذكي، ومو شرط المدرب العراقي يعني غبي، ومو شرط المدرب الأجنبي الخواجة يكون فكرة جيد، وأيضا يتوفق قد يكون فكرة جيد بس ما يتوفق، مثل سيدكا الألماني كان فكرة جيد بس ما توفق. فدائما أنت ابحث عن الشخص الجيد، الشخص المناسب، وهيئ له الأدوات أيا كان، عراقي، عربي، آسيوي، أفريقي، أجنبي. لا تحشر نفسك بكرة معينة، لا تحشر نفسك بجنسية معينة. قمة أنا أقول عدم التفكير السليم، ما أقول غباء لأن هاي كلمة هم يستخدمونها بس أنا ما أستخدمها، قمة التفكير غير السديد أنك تحشر نفسك في كرة رياضة كروية معينة
أو في جنسية معينة. أستغرب اللي يقول حصرا مدربين إسبان أو حصرا برتغاليين أو حصرا برازيليين. ممكن تحصر نفسك في كرة معينة، ولكن ليست كرة يعني بلد معين، بل مدرسة تشمل مثلا المدرسة اللاتينية. المدرسة اللاتينية للي ما يعرفون، أكيد المطلعين يعرفون إنه تشمل عدة دول، يعني إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، الأرجنتين، أوروغواي، باراغواي، كثير يعني. فشوف دول متميزة هاي، ممكن أجيب من عندها. حتى عدد الخيارات، إذا تقول إسبانيا، يعني إسبانيا بلد يعني مو كبير كبير بحيث وعدها مشاهير المدربين، فأكيد راح أجيب مدربين بعض المتواضعين. فخلي قول أنا أريد للكرة اللاتينية، أوكي أنا وياك وأنا أتفق فعلا المدرسة العربية تفيدها الكرة اللاتينية، ولكن حشرك في مدربين إسبان تحديدا هذا غلط. ذهابك للمدربين الأجانب حصرا هذا شيء مو صحيح. البحث عن مدرب أجنبي زين، فمو شرط المدرب العراقي مو زين أو حتى العربي مو زين. وكذلك إذا تريد عندي دليل، جنوب أفريقيا قياسا لمصر، مو يقولوا مطلعين، جنوب أفريقيا قياسا لمصر، مصر متميزة جدا وفرق عن جنوب أفريقيا بعدة نواحي من حيث كرة القدم أقصد. لكن نادي الأهلي القاهري اللي هو كبير أندية العرب وآسيا، نادي المعروف الأهلي القاهري، بل يعني صنف مع الأندية الأجنبية المشهورة، يعني معروف الأهلي القاهري. الأهلي القاهري اللي عدة مواسم استعان بموسيماني المدرب الجنوب أفريقي وحقق ويا نتائج. شوف يعني راح الكرة أقل من عنده إنجازات ومستوى وحتى لاعبين. ليش؟ لأن شاف مدرب متميز ما علي بهذا، عرفت شلون؟ فهذا هو الكلام الحقيقي والرياضي. أما الكلام الغير رياضي واللي البعض الجمهور للأسف يمشي وراه، ليش؟ لأن اللي طلقه رياضي، اللي طلقه يا أما لاعب سابق يا أما مدرب يا أما صحفي معروف صعدته يعني المواقف والهاي وصار نجم شباك. فالبعض خلص يعني يتبع بلا هواده، يقول لك أنا هذا شخص مشهور قال على خف الطبل، على حس الطبل خفني يا رجلي. مو هذا الصحيح أخوان، لازم سمعوا الكلام الزين واتبعوه، والكلام اللي ما متأكدين من عنده استفسروا وقولوا هل الكلام هذا دقيق لو لا، وقارنوا. وأعتقد شفتوا منتخب الصالات، أعتقد اليوم أعطانا الشرارة، وأنا يعني متألم على الخسارة ومتألم على أموال العراق اللي تبعثرت والإنجازات اللي ما تتحقق، لكن بنفس الوقت هي عبرة